وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة أكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا التحديات التي تمر بها صناعة الغزل والنسيج، وقام على مدار السنوات التسعة الماضية بالاهتمام وبشكل كبير بتنمية قطاع الصناعة، وذلك من خلال تطوير المصانع بالآلات والمعدات الحديثة. من جانبه ثمن الوفد الإنجازات التي شهدتها الدولة على مدار السنوات الماضية في إحياء وتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.